السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من صحتكم. نستضيف لكم فيها الدكتور سيدي والعمار الأخصائية في طب الأسنان، لنناقش معه أبرز الأمراض التي تصيب الأسنان واللثة والفم بشكل عام، وأبرز أسبابها والعلاجات المتبعة لها هنا في موريتانيا. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا دكتور. لو بدأنا بالمؤتمر الأخير لجمعية أطباء الأسنان الموريتانيين، ما أبرز ما ناقشه هذا المؤتمر؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولاً بدء أشكر لقناة المرابطون إتاحة هذه الفرصة للتواصل مع مشاهديها للتوعية الصحية في مجال طب الفم والأسنان. جمعية أطباء الأسنان الموريتانيين تشكل إطار علمي لأطباء الأسنان لتحديث الخبرات والتكوين المستمر. دأبت على أن تقوم بأيام علمية ومؤتمرات علمية للتطوير للرفع من مستوى خبرات منتسبيها. كان المؤتمر الأخير من أبرز المحطات العلمية، حيث شهد العديد من المحاضرات والنقاشات الهادفة والاطلاع على أحدث ما توصل إليه العلم في طب الأسنان وأهم المعوقات الموجودة في مستوى البلد التي يعاني منها أطباء الأسنان. نعم، ما أبرز هذه المعوقات التي تعرضتم لها في مؤتمركم الأخير؟ طبعا هنا المعوق الكبير أمام الطبيب هو اللحاق بالتطورات العلمية الهائلة المتسارعة في العالم، وهذا المعوق يتم تدليله بهذه الأيام العلمية وبمتابعة الأبحاث ومتابعة كل ما جد في العلم والتواصل. وهذا من أبرز أهداف الجمعية، حيث أنها تحاول أن توفر جوا من التكوين المستمر وتحديث الخبرات لمنتسبيها بشكل عام. نتمنى أن يكون الأطباء قد استفادوا من هذه الأيام. دكتور، لو انتقلنا إلى موضوع الحلقة والذي ينتظره المشاهدون الكرام، ماذا نعني بالسن عندما نتحدث عن السن؟ ما هي تركيبتها؟ ما طبيعة علاقتها بالفم ومن خلاله ببقية أركان الجسم؟ طبعا برنامج مثل هذا يستهدف مشاهدين لتوعيتهم الصحية. سنبسط الأمور وننزل معهم إلى مستوى يستفيدون مما سنتطرق إليه. أولا، السن عضو من أعضاء الجسم، من أهمه لها وظائف ودور كبير للإنسان. طبعا هذه السن عرضة لمرض منتشر وكثير، وحقا يشكل عقبة كبيرة في العالم ليس في موريتانيا، وهو التسوس. لكن قبل التسوس، ما هي السن أصلا؟ ما هي تركيبتها ووظائفها؟ السن عضو من أعضاء الجسم، وله تركيبة، له طبقات، له جذر. احنا اللي شايفين احنا منه هذا الجزء العلوي اللي قالوا التاج، اللي هو بالنسبه للأسنان الاماميه للابتسامه وللقطع، بينما للأسنان الخلفيه هذا الجزء الخلفي اللي هو التاج يستخدم المضغ، و له وظائف كثيره في الجسم، بنيه الجسم، شكل الانسان. الفم حقا اهميته كبيره بالنسبه للانسان. شكل الإنسان يتعلق بوجود الأسنان، حيث تحدث تغيرات عندما يتم فقد الأسنان في الشكل الخارجي للإنسان. نعم. وماذا عن التسوس الذي كنتم بصدد التحدث عنه؟ ما تفسيره لك؟ التسوس اللي هو النخر السني، هو مرض جرثومي غير نوعي يؤدي إلى تخرب مترقي وغير ردود في النسج السني. يعني أن هذا التسوس اللي يخلق مرض في السن يصيب نسجها ويبدأ بتخرب فيهم، ما يرجع، يتملى متواصل إلى ما يعالج. عنده طبعا أسباب،
أسباب هي أسباب مؤكدة وأسباب في عوامل مساعدة ومؤهبة. أسباب منها الجراثيم، أسباب المؤكدة هي الجراثيم والسكريات كالشوكولا واللويحة. بينما هناك عوامل مؤهبة ومساعدة للتسوس، ومنها عامل يتعلق بالسن، بس تركيب السن، درجة الفلور فيها، شكلها، عمق ما يزيبها، حراس السن وسوء تشكلها وسوء تصنعها وتراكب الأسنان. وهذا فطري أم مكتسب؟ سيأتيك الجواب إن شاء الله. العامل الآخر يتعلق ب من عامل المؤهبة والمساعدة كما قلنا في التسوس، عامل يتعلق باللعاب نفسه، بهش اللعاب، حموضته، ولزوجة اللعاب، كمية اللعاب، خصائص اللعاب تتعلق. أيضا من عوامل المؤهبة والمساعدة العامل يتعلق بالغذاء، عامل غذائي، كيف الشكل الفيزيائي للغذاء. الأقضية قديما كانت عندنا أقضية ليفية قاسية، هذه تساعد الشنغال والتنظيف القريزي للأسنان، مضق. هذه الأطعمة اللي هي الليفية القاسية القديمة كانت موجودة، كانت تسوس قليل في الناس نتيجة التنظيف القريزي اللي يحدث أثناء عملية المضغ. بينما حديثا الأطعمة الرخوة المكررة، هذه الأطعمة تساعد على التسوس. محتوى الطعام من السكريات، ومحتوى الطعام الفلور، محتوى الطعام من الفيتامينات كيف A و B و D و K. وكيف نتفادى ذلك؟ أيضا من العوامل المؤهبة والمساعدة هناك عوامل جهازية، كيف الوراثة والحمل والأضاء. نعم، كيف تحدثتم أنه كان قديما هنالك نوع الأطعمة كانت تساعد على تنظيف الأسنان ووقايتها من التسوس بشكل طبيعي، لكن بالنسبة للأطعمة الحديثة كيف يمكن الوقاية من التسوس معها؟ طبعا جيد. بالنسبة لي القديمة كانت الأطعمة كما قلنا ليفية قاسية، مضغها، المضغ، عملية المضغ في الشين قالوا التنظيف القريزي، يخلق شيء قالوا التنظيف القريزي للأسنان. بينما الأطعمة الحالية أطعمة مكررة رخوة سهلة المضغ، بالتالي لا تحدث هذه العملية اللي قالها التنظيف القريزي. الكل يستعمل هذه الأغذية الحديثة، لكننا نشاهد أن البعض ما تزال أسنانه وفمه بصحة جيدة، والبعض الآخر ليس كذلك. ما السر وراء ذلك؟ السر وراء ذلك هو درجة عناية الشخص بالنظافة الفموية. احنا كنا نقوله أنهم عوامل مؤهبة ومساعدة، بينما العامل الأساسي، العامل الوقائي اللي هو المهم للمشاهد ينتبه له، أهم وقاية وأهم علاج هو تفريش الأسنان اللي هو السواك. السواك اللي هو اللي نحن إن شاء الله نخصص له وقت لنشرحه للمشاهد الكريم طريقة السواك. نعم، شنو هي الطريقة المثلى للسواك؟ الطريقة المثلى للسواك، هناك مبادئ للسواك. أول شيء أن يكون تفريش الأسنان 3 مرات باليوم على الأقل. والتزمين؟ أن يكون مرة في الصباح، تزمين صباحا وبعد الغداء وقبل النوم 3 مرات، هذه مهمة جدا أن يتم فيها عملية تفريش الأسنان اللي هو السواك. والطريقة أن تتم كل عملية سواك تستغرق 3 دقائق على الأقل، والعملية الواحدة فم آلية ميلها، قد حد يسوك هم يعطي شي يسوك يقول 3 دقائق يعطيها لزر واحد، ما بدأ لفم وقع كامل، لازم تعود فم آلية يضبط بها الرجاج أنه بدأ لسنية كاملين. تقترحون بهذه الآلية؟ الآلية واضحة، الآلية عندما يبدأ الإنسان بعملية السواك، الشخص عندما يبدأ بعملية السواك يجب أن يبدأ من أحد، فرضا لا يبدأ من الجانب الأيمن ويستمر في عملية تفريش الأسنان إلى الجانب الأيسر، ثم يأتي يعود من الداخل حتى يرجع إلى نقطة البدء. يبدأ من زر العربي فرضا، يسوك، جاي يسوك إلين يوصل الدرس الأخير، يدخل من داخل إلين يرجع للدرس الأخير. هذا هو اللي يضمن أنه بدأ الأسنان كاملين. أيوه، إذا بدأ ليهم اللي
كيف تضمن أنك ساويت بين الأسنان؟ سيأتيك إن شاء الله. من ناحية توزيع الوقت سيأتيك بإذن الله تعالى. شايف من ناحية توزيع الوقت، إحنا قلنا أن هناك مدة زمنية 3 دقائق، هناك آلية أنك تضبط بها أنك بديت على الأسنان كاملة، اللي هي تبدأ من الزر العربي وتمشي للزر العسري وتدخل من داخل إن ترجع للزر العسري. الطريق الفرشاة اللي عندك إن يلا تعود عندها مواصفات أيضا، تعود متوسط الخشونة، هي لينة ولا هي قاسية. كمية المعجون اللي يدير عليها تقريبا ما يوصل للثلث قليلة. هذه كان من المساعدات للسواك. جواب على سؤالك، الطريقة نضمن أن كل سن قبل تنصيبها إن يلا كل أثناء مرور الفرشاة على الأسنان، كل مكان تحركت عليه الفرشاة، كل بليدة سوى حركة عليها الفرشاة، من يلا تهنى عليها على الأقل 4 إلى 5 مرات في نفس البليدة، ثم نستمر ننتقل إلى نقدم القدام ونسوي 3 مرات 4 5 ويتقدم 1 2 3 4 5 ويتقدم. هذا بداية لا يعود شاق، ولكن بعد تعود تكون عملية عادية. أثناء حركة الفرشاة كل بليدة خاضع عليها يعطي عليها 5 حركات الأسنان. حركة الفرشاة أيضا مهمة جدا. الفرشاة من الناس يسوكها بحركات خاطئة، هي تمشي يلا بشكل عمودي، بشكل تبدأ يلاعود كأنه لين نعطوها المريض المشاهد الكريم بشكل يضبطها من بدون يدخلوا في تفاصيل ما هي يقبل شيء من الأشكال. هذاك الأحمر يعتبره أشكال، وهذا السن لا يقبل شيء من الأشكال ويقضي قاض بالحركة اللي يعرف كأنه قاضته مرة واحدة، ما يقضي ويرجع، لا يمشي قاض مرة واحدة ويحرك طبعا كما قلنا الفرشاة 4 إلى 5 مرات في نفس البليد، واصل على السنين كاملين من داخل نفس الشيء، يلحق السنين القداميين يوقف الفرشاة تم الحركة من نفس الشكل بليدة الأقل 4 إلى 5 مرات ويواصل هكذا. إذن من الأخطاء الشائعة هي تحريكها بشكل أفقي وتحريكها ثم إعادتها إلى الأعلى. طبعا حركات كاملة اللي ما يصالح للمسواك أي نتجة للسرعة وعدم الانتباه، رجاج عجلان يحرك البروس كما شاء يجي على شمس السنين وشمس السنين ما يسوكم، هذا هو اللي سبب التسوس. النهاية الطريقة المذهلة والوحيدة للسواك، الوقاية من التسوس هي السواك، تفريش أسنان الجيد بطريقة وآلية ومنهجية. نعم، نواصل مع الجزء السفلي. من الجزء السفلي طبعا هناك الحركة معاكسة، لا يعود معاكس، لا يعود تقريبا الحركة يعود من تحت إلى الفوق، وطبعا كما قلنا 3 إلى 4 مرات. إيه نعطوا المشاهد الكريم العادة قلنا كامل لخصوه له بشكل سريع. نقبضنا ورشاد لنا عليها كمية قليلة من المعجون، نبدأ من الزر العربي نسوق وجايين كل بليدة نتحرك عليها الورشات تقريبا 4 إلى 5 مرات ونواصله. نجي هون يواصل جاي إلين يجي للدرس الأخير، لهي ندخل من داخل نلحقه هون، لهي يوقف السواك بالحال يواصل حد جاي إلين يوصل لبليد اللي بدأ منها عن قبيل. لهي السفلي مالي لهي يبدأ من الزر العربي يسوق جاي يسوق جاي. نعم جيد دكتور. ويدخل من داخل هناك لازم نهاية عملية تفريش الأسنان يسوق لسان من الداخل للخارج ويسوق السطوح الماضي خاصة السطوح الفوقانية للسنين يسوقها مالي زاد هي الفوق والتحت ويمضمضهم عمليين حد كامل طبع للعملية بطريقتها وبآليتها يدور إلى تعالى يعود تسوس في حدود الدنيا. جيد دكتور، عندما نتحدث عن التسوس ننتقل تلقائيا إلى الآلام التي تصاحب التسوس أحيانا، ماذا وراء تلك الآلام؟ طبعا هو التسوس كما بداية سؤالك سولت عن طبقات السن عن تكوينها،
السن عندها طبقة، الطبقة الفوقانية اللي نشوفه نحن اللي نقالها اللي على التاج اللي هي الميناء، هي طبقة عازلة ما تحس، جميلة وغير ناقلة للألم. تحتها طبقة مباشرة هي نهاية عصبية وتنقل الألم، تحتها طبقة مباشرة فيها قاع الأعصاب وفيها الشرايين والأوريدة. التسوس محده مازال في الطبقة الأولى الفوقانية اللي كما قلنا ما تحس، يعد ما في ألم. عندما يوصل للطبقة الثانية من السن اللي هي العاج، يوصل لها لا يبدأ يشعر بالألم درجة خفيفة، لين يقرب من اللوب اللي هي نهاية العصبية، الأعصاب اللي بنقرأ السن، اللي هي يبدأ الألم يعود مزعج ويعود مانع، يعقب يوصل للالتهابات ويوصل لمرض تطور عقبك. أحيانا ترتبط آلام الأضراس بآلام الأذن. بعد فاصل قصير نعود إلى هذا الموضوع ونتحدث أكثر عن أهم أسباب ذلك والعلاجات المتوفرة له. شكرا لكم على كل ما قدمتموه في هذا الجزء من الحلقة. فاصل قصير ثم نعود، ونعود إليكم مشاهدينا الكرام، لا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني من هذه الحلقة، وأهلا وسهلا بكم دكتور مجددا. كنا سألنا قبل الفاصل عن علاقة الآلام التي تصيب الأضراس أحيانا بالأذن، عندما تشعر بآلام في الأسنان ربما تصاحبها أخرى في الأذن، ما السر وراء ذلك؟ أهلا وسهلا بكم. طبعا الألام في الأسنان، طبعا الإنسان مرتبط وهناك أعصاب تربط بين الأعضاء، خصوصا تعصيب الأسنان والأذن هذا متقارب. عندما تحدث ينتقل التسوس إلى مرحلة يكون فيها مثير للألم، يتوقع ويحدث ويرافقه ألم في منطقة الأذن، ألم في ناحية الرأس، ألم في الجزء الموالي، الجزء الموالي للأسنان، حتى أنه بعض المرضى لكن يعود ألم مانع يقدر ينتقل شور الكتف واليد، معناته ارتباط الأعصاب، ارتباط تعصب. لأن هذا يعود إلى أسباب عصبية، الارتباط العصبي، وليس هنالك علاقة عضوية بين الاثنين. هذه العلاقة العضوية هو الارتباط العصبي والتقارب التشريحي بين بعض. يستخدم لهذه الآلام المهدئات والمضادات الحيوية، ما رأيكم في ذلك؟ وهل من خطورة فيه على المدى البعيد؟ هل هو العلاج الأسلم؟ طبعا سؤال جيد. من يلا المريض اللي يحس بألام الأسنان، خصوصا ألام الأسنان ما هي ألام تعالج بالمسكنات ولا بالمضادات الحيوية، ما هو علاج جذري لها، يتوجه شور الطبيب لإزالة هذه السبب هذه الألام. لأن كثرة استخدام الأدوية خصوصا المضادات الحيوية عنده خطورة كبيرة، عنده خطورة كبيرة على الإنسان نفسه، وتصبح مع الوقت هذه المضادات الحيوية غير فعالة في حال تحتاج لها فعلا المريض في مرات أخرى لكثرة الاستخدام، وأيضا الاستخدام اللي يعود أحيانا ما هو مدروس ولا هو قاع يستخدم مضادات حيوية بشكل روتيني وتقع ما لها علاقة بالحالة اللي واقع له. نعم، البعض يستخدم لا يكسر الأبء للجسم بالاستقلاب، لأن أي دواء تدخل الجسم لا يخرج الكبد والكلى ويخرج التصفية، بالتالي يرهق الجسم بها وتخلق مناعة ضد هذه المضادات الحيوية، مقاومة الجراثيم ضدها، بالتالي إذا احتاج لها عقب هذه قد ما تفيده قاع. ما رأيكم في بعض العلاجات التقليدية المستخدمة في علاج الأضراس؟ مثلا البعض استخدم الزيوت، استخدم الشحوم، حتى بعض المواد التقليدية كيف تغيير مثلا من أجل علاج الأضراس، ما رأيكم في ذلك؟ طبعا مجال الأسنان هو من أقل المجالات التي تجد فيها للعلاج التقليدي دور،
حيث هذه العلاجات علاجات ردود أفعال أكثر هي من علاجات حقيقية لمشاكل الأسنان. إنه العلاج ما جبر الدواء، يستخدم أي شيء، وأحيانا يصادف مع شيء يسكن الألم ويخففه، وأحيانا يعود ما فهم شيء مبني على أسس يقد تحدي يعطيك عنه صورة. إذن ما هي العلاجات المثلى لآلام الأسنان والأضراس المنتشرة في موريتانيا، وما درجة انتشارها برأيكم؟ بالنسبة للتسوس هو مرض حتى انه يوصف انه مرض الحضاره، كل ما تحضر كما قلنا كيل الاطعمه، نوعيه الاطعمه، كثره السكريات مع انها من اسباب التسوس، كثره الوجبات، كثره هذا، بالتالي هو منتشر في العالم. وحتى ان قديما اهل البدو الناس كانت تستخدم الاقضيه الليفيه كما قلنا القاسيه، كانت التسوس انتشاره قليل. معناته انتشار التسوس طبيعي مع تطور الأطعمة وكثرة الحلويات وأيضا الشغالات الكثيرة وعدم العناية بتفريش الأسنان المنتظم والأخطاء الشائعة. دكتور، نحن الآن لسنا في مرحلة الوقاية، نحن الآن نتحدث عن العلاجات المتوفرة البديلة، طبعا هذه المضادات الحيوية والعلاجات التقليدية. العلاج هو الحل الوحيد لهذه المشاكل الأسنان، لأنها كما قلنا أول شيء في تعريف التسوس أنه مرض جرثومي غير نوعي يؤدي إلى تخرب مترقي، غير التخرب اللي سبب التسوس تخرب متواصل ولا وراجع، لازم يداوى التسوس، لازم ينقلع ولازم يصقع للعين، ينقلع كامل ولازم يرتقع بالمواد اللي تستخدم في الحشو، حشو الأسنان. معناته العلاج الوحيد لهذا الأمراض الأسنان والتوجه للشرط الطبيب وعلاجه الحديث بإزالة التسوس وعلاجه وتعويض ذاك المفقود من السن بالحشوات. طبيعة المواد المستخدمة في الحشوات، المواد المستخدمة في الحشوات طبيعتها أنها تعود متقبلة حيويا من الأسنان، من جسم الإنسان، أنها ما تسبب له أضرار، أنها تعود تجميلية، تعود ما بقائها طويل الأمد، وعندها مواصفات كثيرة ومتوفرة، وهم المصانع والشركات. هل تتفاوت من ناحية الجودة؟ طبعا كل المواد تتفاوت من حيث جودتها حسب الشركات الصانعة، حسب قيمة درجة حفظ هذه الأدوية، تاريخ الأدوية. يستخدم موريتانيا مثل العالم كله، يستخدم فيها أحدث شيء، وطبعا طريقة حفظ الأدوية المواد حتى تصل الطبيب. هناك شركات خاصة بهذا المجال توفر مواد الأسنان بجودة وبحفظ وبطريقة مثلى، وهناك طرق أخرى مثل هذه الأدوية كلها غير المتحكم فيها. هذا الطبيب يجب أن ينتبه لمصدر الذي يأخذ منه المواد التي يعالج بها المريض. نلاحظ أن هذه الحشوات تصمد بالنسبة للبعض لمدة قد تطول، بينما لا يكون الحال كذلك بالنسبة لآخرين. أين الخلل برأيكم؟ طبعا الخلل واضح جدا. المواد المستخدمة في حشو الأسنان، في علاج الأسنان، عندما تستخدم المواد الجيدة بتاريخ جيد وبمواصفات جيدة، يبقى هناك أياد الطبيب وطريقة وضع هذه الأسنان على هذه المواد على الأسنان. طريق أياد الطبيب مهم جدا، وخبرة الطبيب في تطبيق هذه المواد على فم الإنسان هو الذي يتحكم كثيرا، ويتحكم فيه أيضا عناية الشخص بالصحة الفموية، بالسنين الطبيعيين اللي ما فهم شيء له يكون يعود قريب منه في المواصفات. والله كيف تهم مواد كاملة جودتها تتعلق بدرجة قربها من 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 من, من السن، إلين المريض ما يحافظ على عناية بها لا يدخلها التسوس ولا يدخل طبعا الحشوات والمواد المستخدمة، إلين
تعودهم عناية سيئة بالصحة الفموية اللي هي تفريش خاطئ ولا تفريش وعدم سواك الأسنان بشكل جيد، هذا يعرضها طبعا كيف الأسنان للتلف وللسقوط. من العلاجات التي تستخدمونها أحيانا إزالة السن المريضة أصلا، متى تلجؤون إلى ذلك؟ ويلاحظ أنكم تمتنعون أحيانا عن نزع الأضراس لحظة الألم، ما سبب ذلك وما خطورة نزعها إذا ما قرر المصاب أو المتألم أن يقوم بذلك بنفسه؟ طبعا قلع الأسنان قليع السنين هذا يلجأ له في حالات نادرة، ومن يعود هو حل أخير وحل بعد تشخيص دقيق لأن هذه السن والله الجزء اللي مازال من السن ما تلاقي قد يعالج والله ما تلاقي قد يبتن عليه، لأن السن تم في النهاية ذاك اللي هي بقى منها أسوأ قدو أسوأ حجمه لين يعود قاد يبتن عليه والله قاد يعالج يتم مهم. لذلك الطبيب من يعود يبتعد كثيرا، وهذا كل الأطباء أحيانا يكون الاقتلاع هذا تحت الطلب، يأتي متألم ويقول إنه يريد إزالة هذه. طبعا دور الطبيب ليس منفذ، دور الطبيب هو توجيهي وإبداء الرأي الطبي في أي حالة جاته المريض. طبعا يقدر يقول إن سنه تنقلع، يقول الطبيب إن الله يعطيه التشخيص الدقيق ويكلم عن أهمية السن وعن المشاكل التي تعقب يجبر إلى إطاحة السن والمتاح لعلاج هذه الأسنان، لأن كما قلت لك من أي جزء من السن سليم يقدر يبتن عليه ويقابل الاستمرار أكثر هو من جيد. هل من خصوصية لفئة عمرية عن بقية الفئات؟ مثلا الأطفال هل لهم خصوصية عن بقية الفئات العمرية الأخرى؟ طبعا حديثنا كامل ما كان الأطفال دور كبير فيه، بالتالي يلا نرجع ونأكد أن العناية بصحة فم أسنان الأطفال هذا مهم جدا، وتدريبهم على السواك على طريقة تفريش الأسنان الصحيحة في بداية عمرهم جيد جدا. يلا من بداية من سنتين فما فوق يتبدأ الأم والأب يساعي ويعلمون أطفالهم طريقة صحيحة للسواك. جيد دكتور، رائحة الفم هل هي عرض أم مرض؟ وماذا تنصحون بخصوصها وبما تنصحون؟ طبعا رائحة الفم هي عرض لأمراض ولسوء عناية بصحة الفم بشكل عام، والنصيحة الأساسية اللي تقدم لي رجاج بشكل عادي وبسيط أنه يحافظ على سواك جيد بأوقات مضبوطة بطريقة مضبوطة بآلية صالحة للفم، وعلاج مالي للمشاكل الصحية. فهم شين قالوا زيارة دورية لطبيب الأسنان، يلا على الأقل مرتين في السنة يزور طبيب الأسنان يكشف على الأسنان ويشوف. تتعدد المعجونات لدى الصيدليات والفرشات، هل كل هذه المعجونات سياني يمكن لأي شخص يستخدمها، أم أن لكل فم معجونا وفرشاة خاصة به يجب لا يستخدم غيرها؟ شو المعاجين والفراش الأسنان هذو لا من كيما قلنا الأدوية اللي تتعرض للتزوير وتتعرض للغش وتتعرض للنوعيات اللي تعود أحيانا جيدة. إذا ما تجاوزنا التزوير في حالة كل هذه المعجونات غير مزورة بشكل عام جميع المعاجين يمكن استخدامها لأي كان. شكراً جزيلاً. يمكن أيضاً استخدام. شكراً جزيلاً لكم، داها من الوقت. شكراً لكم على كل هذه المعلومات التي أدليتم بها الدكتور سيدي العمر الأخصائية في طب الأسنان، شرفتمونا بحضوركم في هذه الحلقة. الشكر موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة، نتمنى أن تكونوا قد استفدتم. إلى حلقة أخرى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.